متابعين لقائنا الصباح مشاهدينا بصير نرحب بضيفة الدكتور شانتال كيرباج، طبيبة أسنان متخصصة عند الأطفال. صباح الخير. صباح النور كلام، كيفك اليوم؟ ماشي الحال وانت؟ الحمد لله بشكر الله. حضرتك طبيبة أسنان مثل ما ذكرت، بس موجودة معنا اليوم مش تتخبرينا شيء طبي، بس تتشاركينا خبرة روحية، خصوصا أنه شهر حزيران مخصص لعبادة قلب يسوع، ونعرف أنه له مكانة خاصة بحياتك. دكتور شانتال، بداية شو قلب يسوع بالنسبة لإلك؟ قلب يسوع بالنسبة لإلي ولكل الناس مفروض يكون أهم شيء بحياتنا. يعني أنا وقت أنت طلبت مني أنه أطلع أحكي عن قلب يسوع، صراحة ضعت كتير، خفت أنه شو بدأ أطلع أحكي، أنه عم بحكي عن قلب يسوع، يعني كيف بدأ أعطيه حقه؟ وفكرت وصرت لنتيجة أنه شو ما رح أحكي، وإذا بدك تجيبي الناس من اليوم لشهرين كل يوم حدا يجي يحكي عن قلب يسوع، ما رح نوفي حقه لهالقلب اللي حبنا من أكتر مما نحن منستاهل. فقعدت قدام صورة قلب يسوع، صرت فكر أنه شو بدي أحكي عنك، وشفت أنه في القلب، النار، الشعلة، الصليب، إكليل الشوك، وطعنة الحربة. وفهمت أنه هولة هيدا صورة قلب يسوع يلي هو عطاها لقديسة مارغريت ماريا لاكوك وقت ظهر له وطلب أنه تنشر عبادة قلب يسوع. هيدا هو ملخص وهدف كل حياتنا المسيحية، بفسر نحن ليه هون، كيف لازم نعيش، شو هدفنا، كل شيء ملخص بهيدا القلب، بهيدا الصورة. حلو. فمرسي انه عزمتيني تحت اجي احكي، لانه هيدا الشيء كثير فتح لي عيوني على كثير اشياء. مرسي الك. نحن بنعرف وانا شخصيا من خبرتك قد ايه هيك كثير عالم ممكن يستفيدوا. دكتور شانتال، خبرينا قلب يسوع وقت كنت عم بحكي معك قلتي لي بنلاقيه بالقربين، هلا وضحي لي اكثر. هلا الفكرة هي انه القربان وهو يسوع وقتها كان مع تلاميذه قال لهم انه ما تعتلهم، انا رح ابقى معكم لمنتهى الدهر. كيف باقي معنا يسوع بهالقربانة؟ يعني بادري بيو مثلا وقتها كان يكون عم بيناول تلاميذه الناس اللي بالقداس، كان يشوف انه عم بيشيل شقفة من قلب يسوع ويعطي بتم كل شخص من الناس اللي عم بيناولهم. يعني تخيلي انه عم بيشوف هو هيدا الشيء، نحن ما عم نقدر نشوف بعيوننا، لازم نجرب نشوف هيدا الشيء بقلبنا. مثلا في كثير اعجيب قربان صايرين بكل كنايس العالم، اهمها هي اعجوبه القربان تبع لانشانو اللي هي بايطاليا، وانا كنت عندي الفرصه انه اروح زرت هيدا الكنيسه. كان في خورة عم بيقدس وبوقت الكلام الجوهري شكلها ثانية انه طب معقول هيدا يسوع؟ معقول جسد ودم يسوع بهيدا شقفة القربانة؟ يعني خبزة وخمر. بهي الثانية اللي شك فيها تحولت القربانة لجسد ودم، بعدها لهلا معروضة بالكنيسة بشعاع. وعملوا كتير تحاليل على هيدا شقفة اللحمة وشقفة نقطة الدم يلي صاروا، وبتفوتي على أوضة حد الكنيسة وبتشوفي التحاليل يلي صاروا، كل الاتيود ساينتيفيك يلي بيدلوا انه هيدا شقفة من قلب انسان شاب ثلاثينات مات من كم ساعة مرهق، والدم هو ابي ولا بوزيتيف ولا نيجاتيف. وهول الريزلتا عم يطلعوا بكل الاعجاب القربان، يعني كل ما عم بيصير في اعجوبه قربان هيدا الشيء اللي عم يطلع معه. بيعملوا الدراسات وبيكم تطلع النتيجه ذاتها. مزبوط. يعني نحن كل ما عم نكون عم نتناول هيدا هو قلب يسوع، بالقربان عم نتناول قلب يسوع. شو حلو دائما نذكر حالنا. مزبوط. يعني نحن اذا هيدا الشيء فهمانينه بيتغير كل شيء. يعني نحن انا مثل ما قلت لك انه قلب يسوع بيلخص كل شيء نحن بحياتنا، وإذا فهمنا كل شغلة من قلب يسوع لشو بترمز، شو عم يجرب يسوع كان يوصلنا من خلال هيدا العبادة، منصير إن شاء الله إن الله راد قديسين إن شاء الله. نسمع إنه تنكرم قلب يسوع شو لازم نعمل، لازم كيف بنكرمه بالأحرى، نتكرس، نعمل تعاويذ، هلا شو بتخبرنا؟ قبل ما يعني قبل ما نكرم قلب يسوع لازم نفهم شو هو قلب يسوع وشو هدفه. يعني هالشعلة النار يلي فوق القلب يلي نحن بيصوروا لنا اياها فوق القلب، شو هي؟ اول شيء ليه قلب يسوع؟
انه القلب هو الاورجان اللي نحن من خلاله منحب. يعني يسوع بالانجيل عده مرات قال احبوا من كل قلبكم، ما بيقول من كل عقلكم. يعني القلب هو الاورجان اللي نحن منحب فيه. اوكي، هيدي الشعله، شو هي الشعله؟ الشعله هي شعله النار تبع قلب يسوع اللي هو عم يشعل حب لنا تحت تخلص نفسنا. هو حبه كيف ترجم بانه اجا ومات كرمالنا تحت نحن ما ننزل على جهنم وما نهلك. يعني كان هدف مجيته وتجسده وعذاباته وموته وقيامته كلها انه نحن ما نموت وما يكون عندنا السماء مفتوحه قدامنا. دونك هيدي الشعله لخلاص النفوس دائما مشتعله. قديسه فيرونيكا جولياني كان عندها تعبد كثير قوي لقلب يسوع، وعندها حتى مسبحه لقلب يسوع خاصه لقلب يسوع، هي كانت غير مسبحه قلب يسوع تبع القديسه مارغريت. كان يسوع قد ما بيحبها، كانت عملاقه بالقداسه، كان يحط قلبه بقلبها، وقد ما تصير الرهبات بالدار يسمعوا دقتين قلب، وقد ما تشعل هالشعله بقلبها مش عم تقدر تتحملها، تصير كثير سخنه وما عم تقدر تتحمل الشوب يلي عم تحسه، تروح على بركه المي تبع الدار تحط ايدها فيه، تصير المي تغلي وتتبخر وتفضل بركه بظرف ثواني. يعني تخيلي يسوع قديش عم يشعل لدرجه انه مات كرمالنا. الصليب مثلا، انه نحن معقول نشوف الصليب على قلب يسوع ما نفكر شو هو هذا الصليب؟ انه يسوع اجا كرمال هالصليب، يعني هدفه كان ينصلب كرمالنا نحن، ما بقى نكون عبيد للخطيه، كرمال خلاصنا اكيد. فنحن اذا ما يعني اذا بنشوف بس يسوع بمجده انه هو اجا وقام، ما بنطلع على شو تعذب تحت وصل للقيامه، بنكون كثير عم نسخف له مجده على الارض، لانه هو كل هول تحملهم كرمالنا. اكليل الشوك، ما هو اكليل الشوك بحسب عده قديسين، الام يسوع كل واحد من الامه كان تكفير عن خطايا معينه. اكليل الشوك كان تكفير عن كل شيء، كبرياء وحب الذات ومجد العالم، الاشياء الامور الدنيويه يلي نحن الماتيريال، ايه انه نحب حالنا نتكبر على غيرنا. فهو بمسبحه قلب يسوع بيقول لنا، بنقول يا يسوع الوديع والمتواضع القلب اجعل قلبنا مثل قلبك. فلازم نتعلم من يسوع انه نكون متواضعين، واذا تواضعنا بنصير نحب، بنصير نسامح، بنصير نطيع، كثير هينه. واخر شيء طعنه الحربه يلي هي نزل منها اخر نقطه دم، وقتها كان دجا مات يسوع، اجا قائد المئة وشكوا طعنة الحربة ونزل لاخر نقطة الدم. يعني رحمة يسوع اللامتناهية ما خلينا نقطة الدم اعطانا اياها. وقتها ترشوا دم للقائد المئة، شو عمل؟ تاب، صار قديس قائد المئة، هو يلي صلبه. فتخيلي نحن وين عم بيغسلنا يسوع بدمه؟ بكرسي الاعتراف. يعني نحن كل ما عم نفوت نعترف عند الخورة بكرسي الاعتراف، يسوع عم بيغسلنا بدمه تحت ما يكونوا كل عذاباته وكل آلامه راحوا ديعان. لازم نستفيد من هالدمات، هو عطانا دمه على الصليب، بس نحن عم نستفيد منهم بكرسي الاعتراف. بينه ما فينا بينه وبين حالنا. بين شو حلوه هالخبره اللي عم بتشاركينا فيها، قد ايه هيك يعني شيء بكبر القلب. يعني من شخص عم بيعطينا تجربته الروحيه، قطعت بكذا شغله بحياتك، وبعرف مني انه حياتك بالسابق كانت مختلفه مزبوط. حتى من ناحيه الايمان مزبوط. عن ما هي اليوم، وحبيت هيك تخبرينا كمان عنها. اصلا انا بالحلقه السابقه معك قلت لك انه انا نهاري اللي عملت التحول وتوبتي كانت بنهارتها، كان من خلال صورة قلب يسوع. مشان هيك بتعني لي كمان كثير بيعني لي الموضوع، وعم شوفه ليسوع كيف بكل حياتي عم يتدخل. قلب يسوع يعني كيف موجود، وين ما بروح في قلب يسوع لحقني. حلو، ان شاء الله بيضل اكيد هو حبيبي، ان شاء الله اكون عم بعرف انه انا كرمه مزبوط، ما عم زعله كل يوم، لانه في كثير ناس عم بيزعلوه، وبضلني انا وان شاء الله ما اكون انا من الناس اللي دائما عم بيزعلوه. لا ما بحس بصراحه. ان شاء الله. هلا نحن بتعرفي كمؤمنين مهمنا نكرم قلب يسوع، اكيد بنسمع كثير بالوعظات الاخوارنه وحتى بنسمع منهم، بس اوقات بتعرفي الكلام وقت يكون من حدا عم بيعطي خبره اوقات دغري هيك بيوصلنا بنقول متشبه فيه.
خبرينا هيك شو بتعملوا؟ كان رياس نعمل تعويض، خصوصا انه هلا بدك تخبرينا عنه، عندك جروب شان دو بريير للتعويض لقلب يسوع، هلا بدك تخبرينا كمان عنه. مزبوط. تحت نكرم قلب يسوع، هو قالنا كيف. اول شيء اعطانا مسبحة قلب يسوع من خلال قديسه، يلي هي عم نقدم دم يسوع، عم نطلب قلب العذراء يساعدنا، عم نقدم عنية الخطأ، عنية الكنيسة، يعني شاملة كل شيء هالمسبحة. بعدين عطانا التكرس لقلبه يلي كمان قديسة مارغريت ماريه هي عطتنا إياه. وفي تكريس العيلة يلي هو طلب إنه تتكرس العيلة لقلبه تحت يصير هو الملك على هيدا العيلة. وقتها بيصير هو ملك على العيلة، ما فيها تكون العيلة منا عايشة مظبوط، يعني ما فيه يكون يسوع ملك على عائلة فيها زواج مدني أو إجهاض أو خطايا كبيرة وقلية أخلاق بالبيت. يعني نحن وقت بدنا نكرس عائلتنا لقلب يسوع لازم نكون نحن كلنا عم نعمل جهاد إنه نكون خرج يكون يسوع هو الملك على بيتنا. نستاهله إذا فينا نقول. ما فينا نفوته على بيت وسخ. فينا نفوت على بيت عم ننطفه، عم نجهد ننطفه، هو بيساعدنا. عم نسعى. مزبوط. صحيح. بعدين نحن وقتها بنشوف الاكليل الشوك بتاعنا الصليب، نعرف انه ما فينا، مار بطرس بيقول من تألم معه يتمجد معه. ما فينا نحن نكون عايشين حياتنا عادي لابي انغوز، شايفين كل هالناس حولنا انه نفسهم بخطر انه تهلك، ويسوع الشعلة المشتعلة كرمال خلاص النفوس ونحن اخر همنا. بادري بيو بيقول انه احسن فعل رحمه بتعمليه تجاه غيرك مش انه تعطي مصاري للفقير، ومش انه تساعدي تروحي تزوري مريض، بس انه تساعدي خاطئ انه يتوب. فنحن كيف بنعمل هيدا الشيء؟ مش دائما فينا نروح عند حدا نقول له لا لازم تتوب عم تعمل شيء غلط، ما رح يتقبل دائما. فينا نحن نكون عم نصلي له ونقدم له قيمتات واصوام. يعني نحن كل ما قدمنا حيلا شيء، اوقات في ناس عندهم نعمه خاصه بيطلبوا هن صليب. اذا نحن ما عندنا هيدي النعمه في عندنا صلبين مجبورين فيها بالحياه، ما في حدا حياته بخفه. حيلا وجع، مار بطرس بعتقد مار بطرس بيقول انه ما تخلوا ولا وجع بحياتكم يروح ديعان. يعني وجعك بطنك قدمي عنية ابنك، وجعك راسك عنية جوزك، وجعك اصبعك عنية اختك. بتكوني عم تستعملي هول، ما بنتبه لهالامور. ايه انه هول انت بدك تحسيهم مجبوره، مش انت طلبتي وجعك بطنك، فما تخليهم يروحوا ديعان. نحن بشر بالنهايه يعني. ايه وانت اذا منك قادره تطلبي صليب مرض او شيء، فيك انت تعملي قيمتات اصوام عن الاكل، انت تمنعي حالك عن الشوكولا عن البوسة، حتى لو ما في صوم مفروض من الكنيسه بهالوقت، انت تصير مثلا تقول اليوم ما رح اكل هذا الشيء اللي انا بحبه، رح اكل الشيء اللي ما بحبه، رح صوم على الخبز والمي. هذا الشيء كثير اول شيء انت بفيدك لك لحياتك الروحيه، بتصير بتصلي بطريقه انقى، وبتصير فيك في اكثر كونكسيون مع الروح القدس، نتجرد شوي من الامور الحياتيه. وغير هيك بتكوني عم بتقدمي عم تشاركي الامك مع الام يسوع، عنيه خلاص النفوس اللي هو هذا الشيء اللي بده اياه، بده خلاص النفوس. واكيد بما انه قلنا انه قلب يسوع هو بالقربانه، كيف بنكرم قلب يسوع؟ بانه نكرم القربان بالسجود للقربان، نجرب قد ما فينا على القليل ربع ساعه بالنهار نقعد قدام القربان، حتى لو منه معروض بالشعاع، نقعد بالكنيسه، ما هو بيت القربان ناطرنا. وبالقداس، يعني انت هلا اذا كنت قاعده بمحل وبيقولوا لك انه جابوا رليك مار شربل، بيركضوا كل الناس. صحيح. دم من مار شربل، حتى لو تياب من مار شربل بيركضوا كلهم، عظمه من مار شربل، هيدي اللي رح تشفينا دغري بالدنيا. بصيروا يخبطوا بعض الطيور. عن كفه القديسين بنروح. ايه صحيح. بس انه بس فكروا بس لثانيه انه بالقداس جسد ودم يسوع من قلبه. معقوله ما يكون هو الشفاء لجسدنا ونفسنا؟ معقوله انه ما يكون هو عم بيقدم حاله ذبيحه كل نهار احد؟ عم بيقدم حاله ذبيحه وينطرنا، عم بيحط لنا الطاوله وهو هو الاكل وما عم نروح، قد ايه بيكون زعلان؟ تخيلي انت حضرتي غدا وقعدتي نطرتي جوفك وما اجوا، ما بتزعل كثير؟ فتخيلي هو مش حيلا اكل، قلبه ودمه حاطتهم على الطاوله على الذبيحه ونحن ما عم نروح. او انه إذا حدا بس ثانية بفكر الشيء اللي قلت لك إياه عن بادري بيو، إنه أنا بادري بيو كان هو عم بيناول عم بيشوف إنه عم بيشيل من قلب يسوع ويعطي.
انت ورايحه حتى تتناول، يعني انت رايحه بالصف رايحه تتناولي، معقول تطلع يمين وشمال؟ بصير هدفك بس هيدي القربانه، معقوله تحكي مع غيرك، معقوله تكوني رايحه مش محتشمه، مش باحترام، مش عم تتناولي بكل التقوى اللي معقول تقدميها والاحترام اللي معقول تقدميه ليسوع بفاطمه الملاك اللي ظهر للولاد قبل ما تبلش تظهر عليهم العذراء، علمهم كيف يحترموا القربان، بيلقط الكاس القربان بحطه فوق وبيركع وبحط جبينه على الارض حتى يعلمهم انه هيك بنحترم القربان، نركع وجبيننا على الارض. نحن هيك عم نشوف؟ ما بعتقد ما عم نشوف هيك شيء بكنايتنا. يعني بتعرفي دكتور شانتال، اذا كل واحد بلش من حاله بهالامور اكيد بنوصل للمستحيل. اوقات نحن بنصير نحس انه هلا ما راح زياده واركع، وراح يصيروا الناس يقولوا عني انا شايفه حالي وعم بعمل حركات. قديسه كاترين دو بولون، هي قديسه بايطاليا منا كثير معروفه، هي كانت عندها احترام زائد على القربان لدرجه انه كانت كل ما بتقطع قدام القربان تركع وتضلها منحنيه بالكنيسه، صاروا يتمسخروا عليها رفقاتها الرهبات يقولوا لها ما بدها هالقد. وقتها ماتت هي حطينا بالتابوت، فعم يرفع الخور الكاس بتقوم توقف وبتنحني، وبعده لهلا جسمها مثل ما هو قاعده قاعدينها، وبعده لهلا بعد سنين وسنين بتروحي على الكنيسه بتشوفيها قاعده تحت يعلمنا انه لا ما كانت عم بتزيدها ابدا، ما كانت عم بتزيدها. حلو عن جد دكتور شانتال، نحن بنتشكرك هيك شاركتينا هيك خبرتك الروحيه. نحن دهمنا الوقت، بس بحب قبل ما نختم تخبرينا سريعا عن الشان دو بريير. نحن مثل ما بنعرف انه يسوع مثل ما قلت لك اكيد ما عم يحترم مزبوط بالقربان، الناس عم بتدنس وعم يروحوا يتناولوا مع خطيه مميته على ضميرهم بلا ما يكونوا معترفين، بلا احترام للقربان، عم بخافوا يلقطوا عدوى، عم يروحوا على الكنيسه. قربان منه مكرم يسوع منه مكرم بالقربان خصوصا هلا. ففي جروب دو بريير تعويض على مدى ال 24 ساعة، كل ربع ساعة في على القليلة شخص، في أكثر من شخص محلات، عم بيصلي مسبحة قلب يسوع وأفعال التعويض الخمسة للقربان، على مدى ال 24 ساعة في معنا ناس من أمريكا من كندا حتى يغطوا. مين ينضم؟ إيه؟ على شو بيفوتوا؟ بيفوتوا على فيسبوك جروب قلب يسوع، بهذا الجروب بالأنونسمنت في اللينك تبع الجروب تبع واتساب. بيفوتوا وبينقوا الوقت اللي هن بدهم يلتزموا فيه. وبيصيروا كل يوم بهذا الوقت، هي الصلاة بتاخد 10 دقائق ربع ساعة ماكسيموم، بيكونوا عم بيعوضوا عن كل الإهانات اللي عم ترتكب تجاه يسوع بالقربان. كثير حلو، الله يقويكم، وهيك إن شاء الله بتضلك هالشعاع وهيك شعاع إيمان ونور. نحن بنتشكرك على وجودك معنا اليوم دكتور شانتال. أهلا وسهلا فيك. إنه استضفتيني. أهلا وسهلا فيك. مشاهدينا ما تروحوا لبعيد، فاصل قصير ومنتابع معكم لقائنا الصباحي.